السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نكمل سلسلة البايو كيميكال رياكشن، وأيضا بعد ما أخذنا الفحوصات الرئيسية والأساسية بالبايو كيميكال رياكشن، يوريز، تروبل شوغر ايرون، كاتاليز، أوكسيديز، والإنفك بأربع اختبارات رئيسية شرحناها بكل تفاصيلها. اليوم أيضا راح نكمل هذه السلسلة ألا وهي البايوكيميكال رياكشن بفحص مهم جدا، ألا واختبار أيضا مهم يسمى بالنيتريت ريدكشن. خلونا نتعرف على تفاصيل هذا الاختبار من سلسلة البايوكيميكال رياكشن. اختبار النيتريت ريدكشن من الاختبارات المهمة للتفريق بين العائلة المعوية الانتيروبكتيريسي أيضا وبعض الأجناس من البكتيريا، أيضا يعتبر بصفة تشخيصية وأيضا تصنيفية. المبدأ الأساسي البرنسبل لهذا الاختبار هو قدرة الأحياء المشهرية المايكرو أورغانزم لها القابلية على الاختزال ريديوس النيترايتس اللي هو NO3 إلى نيترايت اللي هو NO2، وهذه العملية ما تتم اعتباطا، هذه التحولات الـ NO3 إلى الـ NO2 ما تتم اعتباطا، وإنما هذه تتم من خلال تمتلك المايكرو أورغانيزم على سبيسيفيك إنزيم سيستم، وهذا النظام الإنزيمي مهم جدا يعمل في هذه التحولات، وهذا النظام الإنزيمي يسمى بالنيتريت ريدكتيز. هذا الإنزيم يعمل على اختصار أو استخلاص extracting الأكسجين من النيترايت ويحوله إلى النيترايت، بمعنى يعمل على إزالة الأكسجين ويحوله من الـ NO3 إلى الـ NO2. إذن فبالتالي هذا هو المبدأ الأساسي ومن اختبار النيترايت ريدكشن، وهو أن الأحياء المشهرية تمتلك نيترايت ريدكتيز، وهذا النيترايت ريدكتيز يقوم بهذه التحولات. وأيضا التفاعلات الكيميائية اللي هو البايوكيمستري بهذا التفاعل راح نشرحها بهذا المخطط المبسط. مثلا وجدت السبستريت اللي هو النيترايتس اللي هو NO3 بالوسط، ووجود أحياء مشهرية تمتلك إنزيم النيترايت ريدكتيز راح تعمل على انتزاع الأكسجين من النيترايت وتحوله إلى النيترايت، يعني تحول الـ NO3 إلى الـ NO2. أما مختبريا كيف نكتشف هذا الشيء؟ بالمختبر راح نستخدم سبيسيفيك انديكيتر اللي هو الالفا نفثالامين، وايضا بالسلفانيك اسيد راح نستخدم هذين المادتين الكيميائيتين باستخدامها بهذا الاختبار. كيفية التفاعل والتحول الميكانيكية باللون الأحمر النتيجة الموجبة عند تكون النيترايتس راح نعمل على إضافة الألفا نفثالامين وأيضا بالسلفانيك أسيد، وهذا السلفانيك أسيد الألفا نفثالامين راح يحول لنا راح يتفاعل ولا النيترايت اللي هو NO2 ويكون لنا اللون الأحمر اللي هو النتيجة الموجبة. إذا كانت الأحياء المشهرية لها القابلية على أو لها القابلية على هذا الإنزيم راح تحول الـ NO3 إلى الـ NO2، وهذا الـ NO2 راح يتفاعل ويا الـ 2 indicator اللي هو الألفا نفثالامين والسلفانيك أسيد، وراح يكون لنا الريد كومبلكس. أما إذا ما تمتلك هذا الإنزيم فما راح يصير هذا التحول وما راح يتحول إلى اللون الأحمر، فهذا التفاعل الكيميائي بصورة مبسطة. أما البروسيجر اللي هو طريقة العمل، احنا راح نحضر اللي هو الوسط اللي هو يحوي على النيترايت اللي هو السبستريت، نحضر وسط النيترايت ميديوم، راح نحضر سلسلة من التيوبات، وبعد ذلك راح نلقح انكيوليت البكتيريا بهذا الوسط. بعد ذلك ايضا هو نفس طريقة عمل الاختبارات البايوكيميكال السابقة، ايضا راح نسوي انكيوبيشن لمدة 35 الى 37 درجة سيليزية لمدة يوم واحد، وبعد الانكيوبيشن راح نضيف الانديكيتر اللي هو 1 مل لكل من التو انديكيتر اللي هو كما ذكرناهن اللي هو الالفا نفثالامين وايضا بالسلفانيك اسيد، 1 مل من كل من هذه الانديكيتر اللي هو الالفا نفثالامين وايضا السلفانيك اسيد هذا، وبعد ذلك راح نشوف النتيجه الموجبه. النتيجه الموجبه عرفناها تحول الوسط من اللون الشفاف الى اللون الاحمر الريد كومبلكس، وبالتالي راح نكتشف بان هذه الموجبه والسالبه لكل من هذا الاختبار. اما البوزيتيف لهذا الاختبار فهو all الانتيروبكتيريسي كل العائله المعويه موجبه لهذا النيتريت ريدكشن او النيتريت ريدكشن تيست، ايضا هيموفيلس بكتيريا
والنيسيريا وأيضا الموراكزيلا سبيشيز وغيرها من البكتيريا الأخرى الموجبة لهذا الاختبار. أما النيجاتيف لهذا الاختبار فهو الأسينيتوباكتر بوماني، كما موضح بالشكل النتيجة الموجبة والنتيجة السالبة لاختبار النيتريت ريدكشن تيست. النتيجة الموجبة راح يتحول لون الوسط من اللون الشفاف أو الأصفر إلى اللون الأحمر اللي هو الريد كومبلكس، وذكرنا ليش يتحول هذا اللون، وأيضا ها النتيجة السالبة اللي هو النيجاتيف نيتريت ريدكشن. كما موضح بالشكل النتيجة الموجبة والنتيجة السالبة لاختبار النيتريت ريدكشن تيست. النتيجة الموجبة راح يتحول لون الوسط من اللون الشفاف أو الأصفر إلى اللون الأحمر اللي هو الريد كومبلكس، وذكرنا ليش يتحول هذا اللون، وأيضا ها النتيجة السالبة اللي هو النيجاتيف نيتريت ريدكشن. أيضا صورة أخرى توضح الفرق بين النتيجة الموجبة والسالبة لهذا الاختبار. أيضا تكون اللون الأحمر هذه النتيجة الموجبة، والنتيجة السالبة تكون باللون الشفاف أو المائل إلى الأصفر. فبالتالي هذا هو الاختبار نيتريت ريدكشن. وهذا أيضا كما ذكرنا اللون الأحمر ناتج عن التفاعل الكيميائي من تحول الـ NO3 إلى الـ NO2، والـ NO2 تفاعل ويا الألفا نفثالمين وأيضا بالسلفانيك أسيد اللي هو الإنديكيتر، وبالتالي تحول إلى القاعدي ويكون باللون الأحمر. وإلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، أتمنى لكم الاستفادة من هذه المحاضرة مع الشكر الجزيل لكم.